شوف نزلتها من الطيارة، إذا وصلت القدم اليسرى في مقدمة يوقف فيقدم اليمنى من السنة، في حركته في وقفته في مسكته للبشت. لما يجي ضيف دائما الضيف يمين والمضيف شمال، والمسافات محتسبة من 15 سنتي ل 45 سنتي، من 45 لمتر 20، من متر 20 ل 3 متر 60، من 3 متر 60 ل 5 متر 70، هالمسافات محسوبة. في موضوع الضيف ومشيته للضيف تأخذ من 15 ل 45 سنتي اللي هي المسافات يمين. وفي مقطع متداول لكان الشيخ صباح الله يحفظه ويطول بعمره وجلاله السلطان قابوس الله يغفر له، كان الضيف مفترض يكون يمين والمضيف شمال، وكان جلاله السلطان بالخطأ باليمين، وهذا يحدث ما دام في عنصر بشري يكون الخطأ وارد. فعندما تدارك جلاله السلطان الخطأ ما راح وخذ مكان صحيح من الأمام، فالبروتوكول يأخذ من الشمال من الخلف، وراح الخلف وقال له طبعا يكون يمين. هذا احد البروتوكولات. جلال السلطان اذا ركب السياره وهو في الخلف كان يربط الحزام الامان، ويسموها القياده بالقدوه. جلالة السلطان عنده في الجولات الساميه جلسته مع مشايخ تحدد من 5 متر ل 75، لما يجي الضيف طبعا يجول مشايخ يتكلموا معاه من 45 من متر 20 ل 45 سنتي، هذه مسافه. شوف حركه البادي لانجوج، هي الاهتمام والانصات، واذا واحد كلمه ينصت له ولا يقاطع. في مقطع انتشر كثير ان الاحد المشايخ وشال ربما كان يتوقع ان جلاله السلطان انتهى من الحديث، قام مقاطع جلاله السلطان علامه يسموها ارهاف الحواس في موضوع النظر. بس شو قال؟ قال لا خلوه، لربما كان فاهم الوضع، بس استدرك لربما كان مستعجل في الحديث، قال ما راح اطول عليكم حديث قليل وراح اخليكم تتركوا. يسموها ارهاف حواس، فكان يدرك نزوله فيه كان في ليبيا، نزوله من سفينه ال سعيد، فكانت نظراته تتوسع في المكان كامل للجو للمرافقين وغيرها، كان عنده إرهاف حواسه وتركيز شديد في تصرفاته وحركاته. نجي في التوديع، التوديع دائما حتى احنا عندنا الوزراء وغيره إذا قابلوا لازم يرجع 3 خطوات للخلف ويبدأ بالقدم الشمال. فهذه الأشياء وهذه البروتوكولات جدا جدا مهمة، وكان يحافظ على شيء اسمه اللغة العربية. لا تقول باص، قول حافلة، لا تقول قفشة، قول ملعقة. كان يحافظ في مثلا احنا في الإعصار، شو كنا نقول إعصار؟ أنواع مناخية، لأنواع جدا في مناخية استثنائية. على هذا اليوم حتى تبى تشوف في لبسة البشت، عندنا الصبح في الاستقبال يلبس البشت الأسود، المساء عنده شو اسمه الدقلة، والناس ما تعرفها. في مقالات كثيرة كتبت عن الدقلة، جلسة مش عنده دقلة واحدة، عنده أنواع، في الدقلة بخنجر من دون خنجر، في لأصحاب السمو عندهم لهم دقلة تختلف عن جلالة السلطان، بروتوكول معروف عندنا في عمان وهذا متفردين فيه. عندك الوزراء لهم دقلة مختلفة. تعال شوف العمامة السعيدية، جلالة السلطان في استقباله لرؤساء الدول هنا بجانب رسمي يلبس العمامة السعيدي ملونة، لكن أما يخرج خارج الدولة يلبس العمامة البيضة السعيدي البيضة. بس لازم نسأل سؤال، ليش كانت البيضة؟ البيضة علامات السلام والإسلام، نشر السلام والإسلام. أنا بعطيكم معلومة وزي المشاهدين يعرفوها أول مرة أقولها، ليش إحنا عندنا سماحة المفتي يلبس العمامة البيضة، مشايخ الدين عندنا يلبس العمامة البيضة، القضاة يلبس العمامة البيضة. العمامة البيضة لها قصة، كانت 7 متر الآن صارت 3 متر، تذكر الناس بالكفن ورسالة الإسلام السلام. لكل قاضي يلبسها تذكر بالكفن أن الحياة فانية فتذكر الله، تكون عادل وتكون عادل. فلذلك حتى في اللبس جلالة السلطان في لبسه، اليوم الناس ما تعرف الفرق ما بين الشلواني والشرواني اللي هو اللبس، وهذا اساسا جاي من طبقه النبلاء الهنديه، ولا فكر حتى الدقله والعمامه. هذا اللي مزركش؟ لا احنا نتكلم عن الشرواني.